السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأكارم من قناة اليمن من اليمن، أحييكم في مستهل أخبارنا الرئيسة لهذا المساء بادئا إياها بسم الله الرحمن الرحيم. فندى عضو اللجنة الثورية العليا طلال عقلان الشائعات التي يروج لها أعداء الوطن والمرجفون، وذلك حول عدم قدرة الدولة على دفع رواتب موظفيها، مطمئنا جميع الموظفين أن الدولة لا تواجه أي مشكلة في هذا الجانب وأنها قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاههم والمواطنين عامة. تحت شعار الريادة دعم وقيادة، انطلقت اليوم بصنعاء فعاليات ملتقى ومعرض رواد الأعمال اليمنيين الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بمشاركة أكثر من 40 شخصية من رواد الأعمال من مختلف محافظات الجمهورية وممثلي القطاع الخاص والجهات الحكومية الرسمية. وخلال حفل التشييع الذي حضره عدد من الوزراء ورجال الأعمال، أكد عضو اللجنة الثورية طلال عقلان على أهمية التركيز على الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرا في سياق كلمته إلى بعض الشائعات والدعايات المغرضة التي تحاول النيل من صمود اليمنيين في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي. لا يفوتني هنا أن أطمنكم بأن ما لم يستطع العدوان أن يفعله خلال عام ونيف لن يستطيع أن يفعله في أيام معدودة. الاقتصاد سيظل قوي، وبشراكتكم أنتم الشباب وبشراكة البيوت التجارية العريقة سيظل اقتصاد هذا البلد قوي، لن تهزه الحرب ولا تلك الحملات الإعلامية. سيكون لنا لقاء قريب خلال اليومين القادمين مع الاتحاد العام للغرف التجارية والبنوك والبنك المركزي، وسيتم حل كثير من الإشكاليات التي طرأت خلال اليومين الماضيين. أيضا هناك دعاية في الإعلام حول مسألة رواتب موظفي القطاع الحكومي، هذا الموضوع لا أساس له من الصحة. الدولة ملتزمة على أن تفي بالتزاماتها تجاه مواطنيها طالما وهي قائمة وستظل قائمة. مدير عام اتحاد الغرف التجارية والصناعية محمد قفلة بدوره أشاد بأفكار ومشاريع رجال الأعمال الشباب التي ستسهم في رفض الاقتصاد اليمني والنهوض به، فيما رئيس اللجنة التنفيذية للمعرض محمد سويد أشار إلى أن الملتقى والمعرض يستقطب قصص نجاح لشباب يمنيين من شأنها أن تحدث تغييرا في مسار التنمية الاقتصادية وخلق تعاون بين رواد الأعمال وأصحاب الشركات والمصانع اليمنية. أتمنى أن يكون هذا الملتقى ملتقى سنوي دائم وتتطور مع تطور الاقتصاد اليمني وزيادة دور القطاع الخاص في النمو والتنمية، وذلك لن يتحقق إلا من خلال توطيد الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وتحقيق الأمن والاستقرار وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار. هدفنا هنا في هذه الفعالية إطلاق منصة لرواد الأعمال اليمنيين لتكون ملاذاً عملياً للمبدعين كل عام، نقوم من خلالها بترويج منتجاتهم وخدماتكم للمستهلك اليمني والمستثمر على حد سواء. ليس هذا فحسب، بل نهتم أيضاً بتثقيف شباب وشابات الأعمال من خلال تنفيذ أنشطة مختلفة سنقدمها في المعرض لتكون عوناً لهم على مدى 3 أيام. إلى ذلك قام عضو لجنة الثورية طلال عقلان وعدد من الوزراء ورجال الأعمال بافتتاح معرض رواد الأعمال اليمنيين وطاف في مختلف أجنحته، مستمعا من عدد من رجال الأعمال الشباب إلى الأفكار والمشاريع التي يتبنونها ويقدمونها. هذا ومن المتوقع لمخرجات المؤتمر إطلاق مشروع صناعة الريادة تحت إدارة الاتحاد العام للغرف، والذي سيسهم في التواصل والتشبيك بين الرواد والجهات الداعمة والمصالح الحكومية ذات العلاقة. أيوب حميان لقناة اليمن من اليمن، صنعاء.